وللحديث عن جديد قضية ميسي ينضم إلينا في هذه اللحظات مراسل قنوات بي إن سبورتس أشرف بن عياد. أشرف مساء الخير، أهلا بك معنا. هل برشلونة بصدد فرض عقوبات فعلا على ميسي؟ مرحبا بك يا جهاد. برشلونة لن يعاقب ليو ميسي في الوقت الحالي، يريد تقريب وجهات النظر مع النجم الأرجنتيني رغم أنها متباعدة للغاية، لكنه رغم تغيبه عن الفحوصات والحصة التدريبية الأولى وربما الثانية لن يقوم بتسليط عقوبة على نجمه الأول النجم الأرجنتيني. بالنسبة للتطورات الأيام المقبلة ستكون حاسمة. الآن مررنا من مرحلة إلى أخرى، المرحلة الأولى كانت بصدد إرسال المعلومات وتلقيها من قبل برشلونة، ليو ميسي بعث طلب الرحيل، برشلونة تلقاه، كانت نوع من الصدمة. الآن الاجتماع المرتقب إن حدث بين رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وخورخي ميسي. خورخي ميسي من قبل ليو ميسي يريد أن يجد طريقة ودية لإخراج ابنه من برشلونة، بينما جوزيب ماريا بارتوميو يريد الحديث فقط عن موضوع مسألة تمديد العقد، وهو ما يراه ليو ميسي الآن شبه مستحيل، خصوصا وأنه يرى نفسه خارج النادي في ظل التغيب عن الفحوصات، في ظل التغيب عن التدريبات، ولأنه يعترف مع نفسه ومع محاماه بأن هذا البند يسمح له بالرحيل. كثيرة هي التطورات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة، لكن يستمر الحزن بين جماهير برشلونة التي لا زالت تنتظر كلمات من النجم الأرجنتيني وأيضا كلمات من رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو. لهذا من الصعب جدا تحديد هل ستمر الأجواء المقبلة إلى الأجواء القانونية، خصوصا وأن الأندية التي تطمح جهاد إلى التعاقد مع ليو ميسي لا تريد الدخول في هذه الحرب، تتمنى أن يتوصل برشلونة إلى اتفاق مع ليو ميسي حتى تجري الصفقة بأكبر ضمانات ممكنة. طيب أشرف، في ظل كل هذه الأحداث، ألا ترى أن سمعة برشلونة باتت على المحك؟ لا بل إنه قد دخل النفق المظلم فعلا. كثيرون يتساءلون كيف للاعب أن يتحكم في نادي عريق على صعيد انتدابات، تعاقدات لاعبين، مدربين، وصولا إلى رئيس النادي الذي خرج ليعلن عن استقالته في مقابل بقاء ميسي في مكانه. كما تعلم جهاد، وزن ليو ميسي كبير جدا في برشلونة، ليس فقط هذا الموسم وإنما طيلة المواسم الماضية، نظرا لما يقدمه من نجاحات وما قدمه من كؤوس لهذا النادي. حتى الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو أكد بأنه لا، عندما نعود إلى هذا الموضوع يؤكد ليو ميسي بأنه لا يتحكم في النادي. أنا أعرف سؤالك، لكن هو عندما يقال كل هذا الأمر بأنه يتحكم في النادي يغير، لكن هذا ليس صحيح أشرف، أليس كذلك؟ هو يتحكم في النادي جملة فعلا. أنا لن أقول يتحكم، سأقول بأنه يؤخذ برأيه أكثر من أي لاعب آخر، لأنه بالنسبة لهم الرمز الأول. يعني طيب، نحن نتابع اللحظات كل الأمور عن قرب، لكن لا يمكن الجزم بأنه يتحكم، يؤخذ برأيه، وهذا ما يؤكد نادي برشلونة عليه في أكثر من مناسبة. أنا أتحدث من منطلق متابع عادي وليس مشجع لبرشلونة. أشرف، هو لاعب استثنائي، لاعب أسطورة بكل المقاييس، حقق إنجازات كبيرة مع فريق برشلونة، لكنه في النهاية لاعب كرة قدم في مؤسسة ليست مجرد نادي، بين قوسين هكذا تقول دائما، عمرها أكثر من 120 عام، تقوم على احترام المسميات، تقوم على احترام التراتبية واحترام القانون. بالضبط، لكن نحن كصحفيين محترفين لا يمكن أن نجزم بشيء يقوله الناس في المقاهي أو في الحديث العام. ليو ميسي لا يمكن الجزم بأنه يتحكم في النادي مثلما يريد. صحيح له وزنه، يؤخذ بعين الاعتبار كل شيء يقوم به النادي، لكن كصحفي متابع لبرشلونة وأراقب وضع برشلونة لا يمكن أن أخرج وأقول ليو ميسي يتحكم في النادي، لأننا خلاص سنصبح نتحدث بلغة المشجعين. لهذا أؤكد على شيء واحد، ليو ميسي لديه صلاحيات كبيرة في برشلونة، لا يؤخذ بعين الاعتبار رأيه في أكثر من مناسبة وفي مواضيع شتى حتى من دون أن يتحدث. لكن أن نخرج لكي نقول ليو ميسي يتحكم في هذا النادي، يغير الرؤساء مثل ما يريد، يغير المدربين مثل ما يريد، هذا من بين الأسباب التي يريد من خلالها ليو ميسي الرحيل، لأنه سئم بأن يسمع بأنه يغير المدير الرياضي، اللاعبين، المدربين. لهذا له وزنه،
لكن لا يمكن جهاد الجزم بهذا الموضوع. طيب لو بقي ميسي في النادي بعد كل ما حدث أشرف، كيف ستكون الصورة؟ علاقته بالإدارة، علاقته باللاعبين، علاقته برونالد كومان على وجه الخصوص؟ من الصعب جدا، لكن يؤمنون بأن يكرروا ما فعله باريس سان جيرمان. نيمار كان يريد الرحيل إلى برشلونة باعتراف النادي الكتالوني، لكنه في الأخير التحق بباريس سان جيرمان، خاض المباريات، أنهى الموسم، وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. الوضع مختلف للغاية، لأن ليو ميسي يريد الرحيل دون سواه، ولا يحضر حتى للفحوصات للتدريبات، يريد فقط التوصل مع برشلونة إلى صيغة نهائية من أجل إنهاء هذه العلاقة بطريقة ودية. برشلونة إن نجح في إقناع ليو ميسي سيكون قد حقق شيئا كبيرا، لأن وجهات النظر جهاد متباعدة للغاية، وخورخي ميسي سيأتي من الروساريو إلى العاصمة الكتالونية فقط بفكرة واحدة: أريد أن أخرج ابني من برشلونة، بينما برشلونة يصر على موقفه بخصوص عدم التفاوض وعدم البيع. هل سيغير جوزيب ماريا بارتوميو رأيه؟ عليه ضغوط كبيرة بطبيعة الحال.